مشهد يتكرر كل يوم، آلاف النازحين يخرجون من مناطق القتال مع تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية باتجاه مناطق آمنة يسيطر عليها الجيش العراقي. صحيح أن الصور تظهر فداحة الأزمة الإنسانية هناك، غير أن قوات الأمن العراقية لديها مخاوف من نوع آخر، فمع تشديد الخناق على عناصر التنظيم بدأ أفراده بالهروب بطريقة مبتكرة، وهي الاختباء بين المدنيين الفارين من ساحات القتال. يعني صارت أحوالنا فات مرة صعبة، يعني من الجوع ومن الخوف والدواعش، يعني ما مضى في أمان منطقتنا، يعني إحنا عبرنا على الجيش يعني للأمان. هنا في أطراف الموصل الجنوبية بمنطقة حمام العليل، أنشأت الأجهزة الأمنية العراقية مركزا مشتركا للتدقيق في هوية كل الفارين من مناطق القتال. يقول الفريق الركن بسام الطائي قائد القوة المشتركة هنا إنهم يقومون بفصل النساء عن الرجال لتبدأ عملية التدقيق في هويات القادمين من الموصل، ومقارنتها بقاعدة بيانات كبيرة جمعتها قوات الأمن العراقية لمعرفة ما إذا كان من بينهم عناصر في تنظيم الدولة. تدري احنا محافظتنا هنا احتلت من قبل المجرمين الدواعش لمدة سنتان ونصف، دوائر الدولة كلها بيديهم، من ضمن هوية الأحوال المدنية أو مديرية الجنسية والأحوال المدنية، فالدواعش زوروا أسمائهم واخذوا هويات، من نشوف الهوية هي رسمية، لكن احنا عندنا مصادر موجودين في التدقيق الأمني. على سبيل المثال البارحة مسكنا 6 هويات مزورة، وليس عرفنا هويات مزورة بس عرفناهم من الشكل، مصادرهم من نفس المنطقة. وبينما يتواصل وصول الحافلات التي تقل النازحين، تبدو مهمة الفريق الأمني هنا أكثر تعقيدا، فبعض الفارين يتنكرون بهويات مزيفة قام التنظيم بإصدارها أثناء سيطرته على الموصل. قيادة الأمن العراقية استعانت ببيانات العائلات التي سجلت في بطاقات التموين التي يرجع تاريخ إصدارها لزمن حكم الرئيس العراقي صدام حسين للتأكد من هوية بعض الفارين. لاحظ حضرتك الكرفانات الموجودة، جميع الأجهزة الأمنية اللي موجودة بالبلد موجودة هنا، وزارة الداخلية، الأمن الوطني، جهاز المخابرات، الاستخبارات العسكرية، يعني عمل مشترك. هذا واحد ممن تبين أن اسمه مدرج في سجلات المطلوبين، يقول أنه ليس هو ذات الشخص الذي يتحدثون عنه، لكن مهمة اللجان الأمنية ليست التحقيق معهم، وإنما تسليمهم لقوات عراقية متخصصة في ملفات التحقيق، فالمكان هنا هو آخر منطقة يتم فيها غربلة القادمين، ولا يترك مسؤولو الأمن أي فرصة للشك، فنجاح أحدهم في العبور خلف هذه الأسلاك الشائكة قد يعني نجاحه في الهروب أو التسلل خلف مواقع القوات العراقية. الآلاف يصلون هنا يوميا من مناطق القتال، بالنسبة للرجال منهم الذين ينجحون من العبور من نقطة التفتيش هذه للالتحاق بعائلاتهم، فإن حياة جديدة بانتظارهم تعلن بالنسبة لهم أنهم انتهوا بالفعل من التواجد في مناطق القتال الخطرة. أما الآخرين الذين يتم اعتقالهم هنا فسيتم تحويلهم إلى مراكز للتحقيق تتبع للأجهزة الأمنية العراقية لاستكمال التحقيقات معهم بشأن الاشتباه بانتمائهم لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. شهد الكاشف بي بي سي من أطراف الموصل في منطقة حمام العليل.